أنا ونايا كيفكم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم، استنوا أنا نحكي فيديو اليوم. جبنا لكم مسابقة، بس المرة هاي المسابقة الثانية غير شكل. المسابقة هاي شراكة مع رفيقتي كارول. اللي بيعرف رفيقتي كارول هي قناتها بالشاشة حبايبي، تعودت معاها قبل هيك وبالإنستغرام متعودين مع بعض. إن نربحكم فايز واحد حيربح آيفون 12 الجديد آخر إصدار. عارفين شو عليكم تعملوا عشان تربحوا الايفون؟ هقولكم هلا الشروط حبايبي. اول شرط كتير سهل، تشتركوا بالقناه واشتراك بقناه كارول، والروابط موجودين صندوق الوصف. ثاني شرط متابعه انستغرامي، انستغرام بنتي نايا وانستغرام كارول، وبرضه موجودين صندوق الوصف. ثالث شرط تحطوا لايك للفيديوهات. رابع شرط، هذا مش انه اجباري، لك عشان نعرف نتواصل معاكم، اللي يربح تقدروا تحطوا التعليقات ايميلكم الشخصي او انستغرامكم الشخصي عشان اقدر اتواصل معاكم، يعني الى اللي يربح. هاي الشروط. اذا انتم اشتركتوا بالقناه واللي دخلتوا المسابقه من غير ما تحسوا حبايبي، حظ موفق، والسحب حيكون ان شاء الله اخر يوم رمضان. هيك صارت مسابقتين على القناه، 200 دولار وايفون 12 حبايبي، حظ موفق ان شاء الله. هلا خليني اقول لكم فكره الفيديو حبايبي، هي انكم انتو متابعيني الكرام يتحكموا بفطوري ليوم كامل، والله يستر. تعطي لكم التصويت باليوتيوب بالمنتدى، وما شاء الله التفاعل كان واو. فهلا بدي انفذ اوامركم حبايبي، حتفطروني انتو. فيلا نشوف ايش تجهيز طاوله الفطور مع بعض، من السلطه شو بقولوها؟ للشوربة؟ للشوربة. تعالوا معي. الطاولة هاي فاضية، بدنا نجهزها لتصير طاولة فطور جميلة فخمة عشان بطني. من قلب المطبخ حبايبي، نشوف أول تصويت. تعطي لكم إياه الطبق الرئيسي للفطور عشان نجهزه، هو اللي هياخد وقت كتير. حتضلكم شي مع لحم، شي مع دجاج، شي مع سمك، وعلى الزوي شي، يعني انه الاكل تكون فيها هاي. لا، اهم شي لحمة او دجاج او سمك. واحلى نسبة تصويت شايفينها على الشاشة، 58% شي مع لحم. يس 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 يس، انا بحب اللحم ومشتهية اني اكل لحم. فشكرا على تصويتكم حبايبي، وتعالوا نجهز اللحمة. ها هي اللحمة عم تنسلق. اوبس، بس ما شو نسوي مع اللحمة؟ كبسة، قدرة، مقلوبة، مش عارفة، بس ها هي اللحمة. اللي يشوف الفيديو كامل يكتب تحت التعليقات سمبوسة. خليني اشوف مين راح يجيب الفيديو كامل. اوكي، بلشت نجهز هلا، باقي كمان ساعة ونص. فبما انه احنا لحمة حنعمل على الفطور الطبق الرئيسي، قلت اسوي كبسة، هيك كبسة سعودية يعني، هيك على السريع. جوعانة، ريحة اللحمة طلعت. طيب سيبوكو هلا من الطبق الرئيسي اللي لسه شوي بده، هنيجي على سلطة طاولة الفطور. طبعا لازم سلطة طاولة الفطور. حط لكم انا ثلاث سلطات، جرجير مع بنجر، خضرة عادية، سلطة عادية خضرة يعني، سلطة فتوش. ويا عيني على الفتوشيين، 80% سلطة فتوش، وبرافو. مش قادرة اسقف لانه انا نايمة. برافو برافو، اعتبروني سقفت بحماس يعني. طيب تجهيزات السلطة، قولوا لي انتم بالتعليقات ايش السلطة تبعت طاولة فطوركم اليوم. بيجينا هلا على قسم المقبلات على طول الفطور. شو راح احط وانتو شو صوتوا؟ سمبوسه او سبرينج رول، جوارح مشويه، بطاطا مقليه، خضار مقليه. واعلى نسبه تصويت 79% سمبوسه. يا عم الرمضانيين انتو. يلا نسوي السمبوسه. هلا اجى وقت الشوربه. الشوربه على الفطور شو تكون؟ شوربه فطر،
شوربة ماجي شوربة على ذوقي، وأكثر صوت تصويت شوربة ماجي 70%. انت بتعرفوا شو أنا بحب، يعني انت عارفين سارة بتحب الماجي، فشكرا كتير على تصويتكم تعالوا نظبط الشوربة. شرحت لكم قبل هيك انه ما في شوربة ماجي، انه شركة ماجي بالسويد، بس انه هاي نفس الشيء ماجي اوكي بس براند تاني. عصير على الفطور فيمتو او عصير برتقال وتفاح او على الزوقي. طبعا الصفرة تحلى من غير فيمتو. 74% فيمتو حبايبي، شكرا كتير. خلينا نظبط عصير الفيمتو. دخلت علي إلسة يا جماعة. مين هاي الأمر؟ Let it go, let it go. واو كوكو. تعال وريهم الفستان، وريهم. الله ما شاء الله يا عيني. مش عارف ايش بنتي لابسه إلسة في البيت، بس ها هو احنا حياتنا إلسة فروزن. نايا إلسة فروزن. طيب حبايبي خلطنا السلطة هلا. اوكي باقي هذا هو خبز الفتوش جاهز، السمبوسه جاهزه، لسه طبعا بقيه الطاوله ما جهزت. هاي شوربه تشيك ماجي. ماجي ولا مش ماجي؟ ماجي. والان نوري اللحمه. هاي اللحمه شفتوا، هاي لحمه ما شاء الله. اوكي وندير الرزات حبايبي. يلا الله متيدن. أدن هجوم هجوم فرطانة شوي يا جماعة. بسم الله راح اليوم. لكن أنا أهجم يا جماعة الشوربة ماجي. هاي اللحمة وهاي الأرز هيك تمام، وهاي يا حبايبي فتوش على جنب، السمبوسة لا تصوير على طعام. نفس طولتكم، كنتوا تحكمتوا بفطوري 100%. نسيت التحلاي والسحر وبرجع لكم ان شاء الله. خليني اول شيء افطر وامن البطن عشان يركز المخ وارجع لكم. الحمد لله يا جماعة. بدي ونش شيلني يودينا على الصالة. يعني انا مش عارفة اللي يصير بوزني، في جاي عيد يا جماعة، في انا بس عيد الله يستر. الآن كاسة الفيمتو. ها فيمتو، بسم الله. الله يا بنتو الله. أمي تتوقع فستان العيد هيدخل في؟ إيش؟ إيش يا ماما؟ هيدخل مع زيادة بوصلتي. لا أنا أعجبكم يلا ما شاء الله. مستمرين احنا على الدايت، في دايت تحلاي صحيح. مالي انا بحس حالي ضرب مخي. بروح اصلي يا جماعه المغرب، بقرا لي كم من جزء وبنشوف ايش تحلايتكم تحلوني. لسه دايت تحلا. لا 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 بس هاخذ قطعه صغيره يعني حسب شو هم التصويت ضرب اكثر شيء. نعود بعد قليل. طيب حبايبي انا شكلي حنام، كترت اكل. الساعه هلا 11:55. anyway ايش التحلية يا ساره؟ انا فاقده الذاكره بعد الفطور. مين زي بتنى يقطع بالتعليقات. حطيت لكم كنافه تشيز كيك او على زوي. حبايبي ناويين تخنوا ساره يدسموها زياده. 68% كنافه
والله في حلا كنافة. وهاي أحلى صحن كنافة للحلوين لبطني. تعالي كل كنافة تعالي. الله نانا. الله يخربي. زاكية بس سكر وأنا شبعانة. ماما. تعال. والله يا كاسو انت عزمت علي اني اكل كنافه. حبايبي احنا هيك جينا على نهايه فيديو اليوم. شكرا كثير على تصويتكم وتفاعلكم معنا، بحبكم كثير. لا تنسوا مسابقه الايفون 12، الشروط كلها موجوده بصندوق الوصف. هيك صاروا حبايبي ثلاث جوائز، ثلاث فائزين، والسحب ان شاء الله اخر يوم رمضان للايفون 12 وال $200، وكل الشروط موجوده بصندوق الوصف. لا تنسوا تشتركوا بالقناه عشان تنضموا لعائلتنا. استنوا، بدكم اعمل تحدي كامل افطار باللون الاصفر؟ تفتحوا التعليقات هاي لاشوف. واذا وصلتوا لنهايه الفيديو حبايبي انكم تكتبوا لي سمبوسه عشان اعرف انكم شفتوا الفيديو كله حبايبي. وهلا انا ونانا بنقولكم بنحبكم كثير. اشتقتوا لنا اليوم؟ باي. اهم شيء وصف نانا.